جولة داخل وقف الملك عبد العزيز، وقف الملك عبد العزيز الحرمين الشريفين أمام الحرم مباشرة، أمام باب الملك عبد العزيز، أمام باب الملك عبد العزيز. أمامنا الآن توسعة الملك فهد والوقف أمامنا. إن شاء الله هناخد جولة فيه كده، نعرفكم على حاجات ربما تشاهدوها لأول مرة. الفندق طبعا أو الوقف بيتكون مجموعة فنادق. أهم إحنا الجزء اللي هنصوره النهاردة الجزء دوت، الجزء الأولاني دوت. طبعا مش هنتطرق للأبراج، إحنا أمامنا هو برج من أبراج الساعة، فندق سويس المقام، ودوت فندق رافلز، وأمامه المروة روتانا، في فندق موفنبيك هاجر، في فندق زمزم، في فندق فيرمونت، في فندق سويس أوتيل. التصوير هيكون خاص بالجزء الأولاني دوت أو الجزء اللي في المقدمة دوت. يعني أهم ما يميز هذا الجزء وجود فندق اسمه ريتاج البيت. لا أدري يعني تعرف قبل كده أو لا أن في فندق في المنطقة دي. جميع الغرف اللي أمامنا دي، يعني أنا دلوقتي وأنا الغرف اللي قدامنا دي كلها دي غرف فندق اسمه ريتاج البيت. الفندق بادئ من الدور السادس بي 6 لحد بي 10 لحد الدور العاشر. البي 11 زي ما هتشوفوا ان شاء الله داخل الفيديو دوت استقبال اربع فنادق، استقبال فندق المروة روتانا، واستقبال فندق موفنبيك، وزمزم، ورافلز. تمام كده، يعني بي 11 استقبال الفنادق. الجزء اللي قدامني اللي انا هصوره دوت مكون تقريبا من 16 دور، في دورين تحت الارض، سالب واحد وسالب اتنين. سالب واحد وسالب اتنين نبدأ من تحت خالص كده. سالب اتنين ده دور المواقف، ده المكان اللي الباصات بتيجي فيه تنزل الحجاج والمعتمرين لدخول الفنادق. الدور السالب واحد فيه محلات، واهم ما يميزه وجود الحلاقين. يعني لو انت ربنا كرمك وخلصت العمرة، بالنسبة للرجال بيحتاج يحلق، فالحلاقين دول موجودين في دور سالب واحد في وقف الملك عبد العزيز. احنا هنخش دلوقتي، بس انا برضو هوريكم مكان ايه، مكان سالب اتنين اللي تحت نهوت ده الدور سالب اتنين. الدور دوت اللي الناس نازله من عليه اهو كده بالصف ده، ده بيدخلك لدور سالب واحد اللي فيه الايه الحلاقين. طبعا مكتوب صمام في الحلاقه، بس ربما احنا من الوقت بالظهيره والشمس شديده مش هتشوفوا الايه اليافطه الحمراء اللي مكتوبه، بس انا هحاول اقرب اكتر. طبعا تحت العربات اللي طالعه دي من سالب اتنين، واللي فوق هنا هو دوت مدخل دخول اماكن الحلاقه. طبعا احنا امام ايه، امام باب الملك عبد العزيز مباشره كما ترون. فكده اول حاجه عرفناها ان تحت في دورين، سالب واحد وسالب اتنين. هنخش دلوقتي لدور الزيرو في الاسانسيرات اللي هو الحرم اللي احنا هنخش عليه الان. هنخش نصور كده دور زيرو ان شاء الله. الان احنا في دور زيرو، أو في المصاعد بيطلق عليه دور الحرم، لأن من خلاله بتنزل البوابة اللي أمامنا دي تخرجك على باب الملك عبد العزيز. زي ما قلنا كده في بداية التصوير إن في دورين تحت الأرض، سالب اتنين وسالب واحد. إحنا الآن في دور زيرو. دور زيرو طبعا مليان بالمحلات، من أشهر الحاجات المهمة اللي ممكن نقولها إن في مكتب موبايلي كما ترون لبيع الخطوط وللشحن. تمام كده هوت. طبعا في مداخل دخول الفنادق، صيدلية النهدي أمامنا، مداخل دخول الفنادق مثلا مروة روتانا، موفنبيك، زمزم، قصر رافلز، فيرمونت، كلها مداخلها من الدور الأول. عشان نغطي المداخل كاملة طبعا الفيديو هيطول جدا، أنا قلت ناخد نبذة مختصرة كده هوت عن الأدوار. يعني زي ما بدأنا كده بسالب اتنين المواقف، بعد كده هوت سالب واحد دوت مكان وجود الحلاقين، وبرضه في مول ومحلات. الدور الأرضي اللي تحت دوت محلات، الدور الأول دوت اسمه بي 1 كما ترون. هناخد يعني فكرة بسيطة عن الدور الأول، وإن كان الأدوار الأول والتاني والتالت متشابهين، أو خلينا نقول إن زيرو و بي 1 اللي احنا فيه حاليا وبي 2 متشابهين. بي 3 بيتميز بوجود المطاعم زي ما هنشوف.
بي 4 بيتميز بوجود هايبر ابراج زي ما هنشوف برضو بالتفصيل كده. احنا الان في دور بي 1. طبعا كل دور من الادوار دي فيه مصعد تطلعك للدور الايه اللي بعده او اللي فوق خالص. زي ما قلنا دور زيرو وبي 1 وبي 2 دول كلها ايه محلات كما ترون. طبعا لا شك ان الاسعار في الوقف اغلى من اماكن اخرى، يعني ممكن لو اشتريت من ابراج الصفا يكون السعر اقل شويه، وطبعا لو اشتريت من شارع ابراهيم الخليل او الهجره وليهم فيديوهات مستقله على القناه هيكون ايه السعر افضل. خلاص احنا دلوقتي خلصنا بي 1، هنطلع دلوقتي بي 2. دلوقتي هنغطي دور بي 2. طبعا زي ما قلنا كده ان في مصاعد بتطلعك، يعني مش موضوع سلالم كهرباء بس، لا ده مصاعد بتطلعك الادوار. كما ترون هتلاقوا كلمه بي 2 موجوده هنا اهو، دي مصاعد زمزم ودي مصاعد رافلز، ولو مشينا الناحيه الثانيه هنلاقي مصاعد مروه روتانا ومصاعد موفنبيك هاجر. كما قلنا من قبل ان بي 1 قريب جدا لبي 2 قريب جدا لدور زيرو. طبعا في اسانسيرات بانوراما كما ترون. احنا الان في دور بي 2. نطلع دور بي 3، وبي 3 بقى يتميز بامور اخرى ان هو الدور اللي موجود فيه المطاعم. هنطلع الان على سلالم الكهرباء ونصور دور بي 3. بي 3 زي ما انتم شايفين كده قدامنا. اهم ما يميز دور بي 3 في وقف الملك عبد العزيز وجود الكثير من المطاعم، هناخد جوله فيها الان. يبقى كده غطينا الدور التالت. فلو انت على ساحة الحرم وعايز تجيب اكل عرفت مكان الايه المطاعم. المطعم دوت اسمه زاد، في مطعم فروجي، طبعا الطاولات ديت لتناول الطعام مجانا، تشتري من اي مطعم وبعد كده تتناول الطعام. كمان يمكن تناول الطعام على ساحة الحرم كما هو مشهور في ابراج مكة ان انت بتقعد تاكل وانت على ساحة الحرم. الان برضو يمكن الطاولات هي فاضية تشتري من اي مطعم من المطاعم وتيجي على باب الملك عبد العزيز كما ترون. مطعم ريتاج الريان. مطعم قصر المذاق
كنتاكي وهارديز، يعني يعتبر كده عملنا تغطية كاملة للدور B3، دور المطاعم في وقف الملك عبد العزيز. يتبقى لنا دور هايبر أبراج B4 وباقي الأدوار. إن شاء الله نبدأ تصوير دور B4 هايبر ماركت. دور B4 وقف الملك عبد العزيز. إن أهم ما يميز هذا الدور هو وجود سوبر ماركت هايبر ماركت، طبعا أخذ مساحة كبيرة جدا من الدور الرابع، في بعض مطاعم زي ما انتم شايفين وطاولات، بس أكتر حاجة بيميزه هو هايبر ماركت. المنظر هنا من الدور الرابع B4، احنا حاليا في الرابع كما ترون، تحتنا B3 B2 B1 والزيرو الأرضي، أبراج هايبر ماركت آخذ ما شاء الله تقريبا نص المكان. تعال نخش كده نتفرج. السوبر ماركت كبير جدا، في كل شيء. هنا باب الخروج، هنا مكان الدخول، طبعا ركن المخبوزات. ما شاء الله تبارك الله، مساحة جبارة. يحتوي على كل شيء. طبعا صعب تغطية الهايبر كله في الفيديو، عشان الوقت طبعا، ولكن إذا من الله عليك بالسكنة في أبراج الساعة فأنا بعرفك إن أنت عندك سوبر ماركت ما شاء الله في كل شيء. جميع الأقسام طبعا. عروض، منطقة دي منطقة عروض. إن شاء الله نكمل تغطيتنا ونكتفي بهذا القدر أمام مربع الفاكهة. دور B5 فندق سويس أوتيل المقام. هنا استقبال فندق سويس.
أهم ما يميز الدور الخامس هو وجود استقبال فندق سويس أوتيل للمقام كما ترون. طبعا امام فندق سويس اوتيل فندق إلاف كندا كما ترون، فندق إلاف. طبعا الدور بفايف اهم ما يميزه زي ما قلنا كده وجود استقبال فندق سويس اوتيل المقام. هنشوف كده هل في حاجة تانية في دور بفايف ولا لا، نكمل تغطيتنا. الآن في دور B5 كما تشاهدون. السلام عليكم. طبعا ربما تشاهدون هذا المشهد لأول مرة في وقف الملك عبد العزيز، وجود باركينج في الدور B5. طبعا أنا أول مرة أشوف الكلام دوت، ربما تشاهدوه معي. طبعا دور B6 برضو في إيه، في موقف. يبقى دور B5 الآن في موقف للسيارات، وهتشوفوا دلوقتي في تصوير B6 إن شاء الله وجود موقف للسيارات، أماكن جديدة يتم اكتشافها خلال التصوير. نكمل إن شاء الله تصوير B6 وباقي الأدوار. فندق ريتاج البيت. ديت الغرف. طبعا مغارة، اللي بيشوف الفيديو ممكن لا يتصور ان المناطق ديت في وقف الملك عبد العزيز. احنا الان في دور B6، ممرات كثيرة كما ترون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. دور B6. من الأمور المستغربة، احنا الآن هو B6 كما ترون، إن في جراج في الدور دوت. ممكن أحدنا يتعجب من وجود جراج
السلام عليكم. دور B6 في وقف الملك عبد العزيز في مواقف. طبعا مش عارف العربيات دي طلعت هنا ازاي، ولكن قلت لما انقل ليكم جزء من خفايا وقف الملك عبد العزيز. هندخل الان على استقبال فندق اوريتاج البيت. الآن في دور B6 استقبال فندق ريت مطعم الريان. دور B6 بوقف الملك عبد العزيز. هل شاهدت هذا من قبل؟ أظن لا. الآن في دور B7 كما ترون، كما قلت في الأدوار السابقة B8 وB9 وB10 ربما لم تشاهدها من قبل. هنا فندق ريتاج البيت، مش هنطول طبعا في دور B7 لان نفس الوضع. يعني B6 في حاجات كتيرة، يعني تابعونا كده. انا دي صور دور B7، نكمل تغطيتنا ان شاء الله. تغطية دور B8 في وقف الملك عبد العزيز، ربما ايضا دور B8 لم يسبق لاحد ان نزل به. طبعا هنا هو غرف فندق ريتاج البيت، يعني في الممرات ديت عشان ما نطولش بس عليكم في الفيديو. هنا الغرف فندق ريتاج البيت من اقرب الفنادق للحرم. فندق ريتاج البيت عبارة عن ادوار محددة. انا باخدكم في جولة في دور B8، ربما لم يسبق لأحد ان هو مشى فيها. كل دي غرف فندق ريتاج البيت. فندق ريتاج البيت الاستقبال في الدور السادس، والفندق عبارة عن دور سادس وسابع وثامن وتاسع وعشر، عبارة عن 5 أدوار كما ترون. نحن الآن في دور B8، تغطية لغرف فندق ريتاج. هو يعيب بصراحة فندق ريتاج ان المنطقة بتحس ان انت ماشي في حتة مقطوعة زي ما انتوا شايفين كده. يعني ربما لا يتصور احد ان احنا حاليا في وقف الملك عبد العزيز. طبعا ممرات داخلية كتير ومربوطة ببعضها. احنا الان كما ذكرنا هي غرف فندق ريتاج. سطح المسجد الحرام امامنا. دور B8 عشان وانت طالع. طبعا هو معظم الناس لما بيسكن في وقف الملك عبد العزيز بيسكن في ادوار الفنادق اللي في B11، لا اما فندق زمزم زي ما قلت، فندق المروة روتانا، فندق موفنبيك هاجر، فندق قصر مكة رافلز. دي الاستقبال بتاعه موجود فين؟ موجود في دور B11. اما قل من يسكن فندق ريتاج البيت زي ما قلنا B8. احنا الان في دور B8، عملنا تغطية عن دور B8. ان شاء الله نكمل تغطيتنا في دور اخر، تابعونا. دور B9
من ناحية مصاعد فندق ريتاج البيت، ربما وأنت تشاهد الفيديو لم يسبق لك أن أتيت إلى هذه المنطقة. أي فندق ريتاج البيت مع قربه للحرم وقرب المصعد الحرم، إلا أنك تستشعر الوحشة وأنت تمشي بين الطرقات. يعني الآن هو الغرف، إحنا في B9 حاليا زي ما قلت كده، ربما كثير منا لم يسبق له أن سار في هذه الطرقات ولا يعلم عنها أي شيء. دي كل دي غرف فندق ريتاج البيت. احنا الآن في دور B9، هنحاول نخرج طبعا عشان الدنيا ما تبقاش ايه صعب علينا، ونستكمل تغطية B9. مع ان فندق ريتاج البيت الغرف بتاعته من زمان يعني على القناة، الى ان كما ترون ربما لم تشاهدوا هذه المناطق من قبل في الدور B9. B9 من اهم ما يميزه بقى وجود مصلى الرجال، هنحاول نوصله. للاسف انا معرفتش اوصله من هنا، هوت اكيد لمدخل معين بس انا مش عارف ايه، مش عارف اوصل. هننزل يعني هغطيه لكم برضه في تغطية بالنسبة للمسجد مصلى الرجال في دور B9 عشان نكون غطينا منطقة B9 بالكامل. هننزل نشوف في دور اخر ان شاء الله. الان في دور B10، ربما لم يشاهد احدكم هذا المكان من قبل. الغرف ديت غرف فندق ريتاج البيت، فندق ريتاج البيت الاستقبال بتاعه في دور B6. فندق ريتاج البيت الادوار بتاعته من اول السادس لحد العاشر. طبعا ديت غرف فندق ريتاج البيت، للاسف ربما محدش كان يعرف حاجه عن الموضوع دوت. ديت اسانسيرات الفندق، فندق ريتاج البيت في الدور B10. اهم ما يميز دور B10 بس يعني ما عرفتش اصور للاسف، هو وجود مصلى النساء. احنا في دور B10 وكما ترون B10 ما يميزه، اهم ما يميزه في دور B10 هو وجود مسجد للنساء، مصلى النساء، وفندق ريتاج البيت. هننزل كده، احنا خلصنا دور B10 استكمالا لتغطيتنا حول وقف الملك عبد العزيز. احنا الان في دور B11 كما يظهر امامنا مدخل فندق قصر مكة رافلز، ومن الناحية الاخرى فندق زمزم بولمان مكة. دوت مدخل فندق زمزم بولمان مكة. احنا الان في الدور B11. دور B11 دوت فيه مدخل استقبال الفنادق، استقبال احنا شفنا دلوقتي استقبال قصر مكة رافلز، وشفنا استقبال فندق زمزم بولمان مكة. هنشوف الان استقبال فندقين اخرين، استقبال فندق موفنبيك هاجر واستقبال فندق المروة روتانا. طبعا الدور فيه بعض المحلات لكن للاسف محدش بيمشي بين الايه في دور B11، يعني محدش بيمشي للتسوق في دور B11، كله بيطلع من الاسانسير بتاعه على الفندق على طول على الاستقبال، بيطلع من الحرم من دور زيرو على طول على استقبال الفندق. من الحاجات المهمة برضو في دور B11 يعني من مميزه مجمع البيت الطبي العام، حتى لو حد يعني سكن في الفنادق الأربعة اللي موجودين في B11 اللي هم موفنبيك أو زمزم أو رافلز أو المروة روتانا، لما يطلع B11 هيقول مستشفى مجمع البيت الطبي. دي من الحاجات الموجودة في دور B11 من أشهر ما يميزه استقبال فندق موفنبيك هاجر. وفي الناحية الأخرى فندق المروة روتانا، استقبال فندق المروة
روتانا. يعتبر كده عملنا تغطية كاملة عن الدور الحداشر اللي هو بي 11. تعالوا برضو نوضح الأسانسيرات هنا. هوت بالنسبة للمصاعد اللي منورة بالأبيض يبقى الأسانسير دوت بيروح كل الأدوار ديت، يعني اللي بيبدأ من سالب 2. طبعا في أسانسيرات بتروح سالب 1، سالب 2 اهو في سالب 1. طبعا دور 0 اللي هو الحرم، في بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 بي 5 بي 6 بي 7 بي 8 بي 9 بي 10 بي 11 بي 12 بي 13. احنا الآن طبعا في دور بي 11. بي 12 وبي 13 دي خاصة بالخدمة. تمام، احنا كده غطينا الدور بي 11.